كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أيضا سؤال يقول في سورة يوسف معلوم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. نعم. لكن لما جاء مثلا بالنسبة لآيات الصيام في سورة البقرة مثلا قال أياما معدودات، مع أن معدودة للكثرة ومعدودات للقلة كما نعلم، فياريت مثلا توضيح هذه أيضا. هو حتى أعطي قاعدة يعني نحوية معروفة في كتب النحو تكون واضحة حتى يكون الجواب منطلق منها. هو قطعا الأصل أن تكون الاستعمال جمع القلة للقلة وجمع الكثرة للكثرة، يعني ما يدل على الكثرة. نعم. هذا الأصل. نعم. وهو في القرآن كثير، مثل قال الحج أشهر المعلومات، تربص أربعة أشهر. نعم. أشهر مثلا. قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. أشهر، لكن قال إن عدة الشهور عند الله 12، عندما زاد على العشرة قال شهور. هذا الأصل. يعني مثلا البحار والأبحر، قال والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، هذا جمع قلة. نعم. لكن قال وإذا البحار سجرت، إذا البحار فجرت، لأنها تشمل جميع البحار يوم القيامة. نعم. هذا الأصل. هذا الآلاف والألوف، مثلا يقول بثلاثة آلاف من الملائكة آلاف. نعم. بخمسة آلاف من الملائكة. نعم. آلاف، لكن خرجوا من ديارهم وهم ألوف، معناهم أكثر من عشرة. هذا هو الأصل. واضح. الأصل إذن الأصل أن يعطى القلة للقلة، لكنهم مع ذلك يقولون أنه يجوز، سواء كان إحنا راح نذكر أولا كحكم عام وبعدين. نعم. نأتي للقرآن. نعم. كحكم عام أنه يجوز أن يستعمل القلة للكثرة والكثرة للقلة، يجوز. نعم. ذاك هو الأصل. نعم. لكن يجوز. أما في القرآن والكلام البليغ أنه قد يعطى وزن القلة للكثرة والكثرة للقلة لأمر بلاغي. جميل. لغرض بلاغي. أعطيك مثل. نعم. مثل كلمة سبع. نعم. سبع بين هي جمع قلة. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى قال في موطن، قال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. صحيح. جاء بجمع الكثرة مع السبع. صحيح. في الحلم، حلم الملك قال وسبع سنبلات خضر. هي سبع. نعم. هي سبع، لكن لاحظ مرة استعمل معها جمع الكثرة ومرة استعمل معها جمع القلة. هاي كلمة يعني ما فيها مجال للتأويل. نعم. سبعة سبعة. نعم. يبقى لماذا؟ قال سنبلات وسنابل. لماذا؟ نعم. هنا الأمر البلاغي، قال مثل الذين ينفقون أموالهم، إذن في مقام مضاعفة الأجور. نعم. كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف. إذن هي المقام في مقام التكثير. واضح. ومقام مضاعفة الأجور، فجاء بجمع الكثرة في مقام التكثير ومضاعفة الأجور. واضح. بينما ذاك حلم أني أرى سبع بقرات ما فيها مجال للتكثير. هذا وسبع سنبلات خضر كذلك ليس فيها مجال للتكثير. ما فيها مجال للتكثير. جميل جميل. فاستعملها بالمعنى. إذن هنالك أمر بلاغي وهنالك أمر حقيقي يستعمل. مثلا قد يستعملها للمغايرة بين معنيين حتى نعطي فكرة يعني للسائل، نعطي فكرة للسائل. يعني هي ليست مسألة حدية. مثلا افرض القيام والقائمون. القيام جمع قائم جمع كثرة، القائمون جمع قلة، مذكر سالم جمع قلة، والأعين والعيون، الأعين جمع قلة، العيون جمع كثرة، لكن هو يجمع لمخالفة بين معنيين. القرآن مثلا استعمل الأعين للباصرة أبدا ولم يستعمل غيرها للباصرة. سبحان يستعمل الله. العيون للماء. لو فجرنا أرض عيونه استعملها للماء. صحيح. عيون الماء، هذا هو قلة وكثرة، لكن خص القلة بجمع وخص بيه. الكثرة لجمع لمعنى آخر. واضح. يعني مثلا الأبرار والبرارة على سبيل حتى تكون واضحة للسائل المسألة. نعم. الأبرار والبرارة، الأبرار جمع قلة. إن الأبرار لفي جمع قلة. نعم. البرارة جمع كثرة. نعم. لكن نلاحظ كيف استعمل الأبرار والبرارة. نعم. الأبرار استعملها للمؤمنين، لم يستعمل مع المؤمنين البررة البتة. كرام بررة للملائكة. صحيح. فقط. صحيح. باعتبارهم أكثر. إن الأبرار يشربون من كاس، إن الأبرار لفي نعيم. إذن يعني
كفكرة عامة واضحة. إذا هنالك أمور في القلة والكثرة. واضح. يأتي للسؤال ماله. نعم. اللي حضرت اللي سأل. دراهم معدودة ومعدودة. قال أصلاً هي معدودة لا تقتضي السؤال. لماذا؟ لأنه قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. واضح. أفرض اشتروه بستة عشر درهماً. معدودة. معدودة. نعم. لكن هو بخس لو كان هو يسوى مئة درهم وشروه بستة عشر وبخس. طبعاً. حتى لو دفعوا فيه 20. نعم. هي معدودة أصلاً. هي أفادت القلة. هي بخس هم قد هم دفعوا له أكثر من عشرة. نعم. إذن هي خرجت إلى الكثرة أكثر. نعم. من عشرة. نعم. لكن هو بخس يعني كون دفع به 12 درهما أو 16 درهما. نعم. أو 20 درهما وقيمته 100 درهم فراح يكون بخس هذا. لا شك. فحتى لو دفع أكثر من عشرة هي صارت معدودة لكن هو بخس. صحيح. هذا إذن الأمر الأول يبقى الصيام. الصيام ذكر قال أياما معدودات قللها يعني هي بالنسبة لأجرها هي أيام معدودات ليست كثيرة. هذا تنزيل احنا قلنا تنزيل الكثير منزلة القليل وهذا أمر حتى نجريه في حياتنا اليومية. أحيانا الدنيا نقول طويلة وأحيانا نقول قصيرة. نعم. حسب السياق الذي ترد فيه. أحيانا نقول قل الطويلة الدنيا طويلة لأن تلاقى كذا طويلة. وحين نقول لا يا قصيرة هي تنقضي هي كلها يومين ثلاثة وتنقضي. نعم. فإذا كون قل الأيام الصيام هي بالنسبة لما فيها من أجر قليلة يعني ما فيها من الثواب لكن أجرها كبير. أجرها كبير. نعم. هي قليلة. صحيح. فقال معدودات. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.